بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. সম্মানিত ইকরা বাংলার দর্শক শ্রোতা, আমরা আবারও আপনাদের সামনে এসেছি মশকা তেলাওয়াত নিয়ে। এবং আজকে আমরা যে সুরাটি তেলাওয়াত করব, সুরাতুল আহজাবের প্রথম রুকু। এবং আমার সাথে নিয়মিত উপস্থিত আছে ছাত্র নাবিউল উদ্দিন খান। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওরহামতুল্লাহ ওবরাকাত। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان قدرا مقدورا وكان أمر الله قدرا مقدورا ما كان على النبي من حرج ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من
قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا الذين يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ما كان محمد
وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما ما كان وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما يا وسبحوا بكرة وأصيلا وسبحوا بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وملائكته
وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما والذي يصلي عليكم وملائكته أخرجكم من الظلمات إلى النور هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم كريما وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي يا يا أيها النبي يا أيها النبي يا شاهدا ومبشرا ونذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا
بشرا ونذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين بأن صدق الله.